هنتكلم النهاردة عن الـ iOS 15 والكي فيتشرز بتاعته هتكون Staying Connected, Finding Space to Focus Without Distraction, Using Intelligence to Discover Information You Need, or Exploring the World Around You. First, let's talk about Stay Connected. في ميزة أبل ضفتها في مكالمات الفيس تايم هي الـ Spatial Audio, عبارة عن ميزة بتنشئ مجال صوتي يساعدك على جعل المحادثات كأنها face to face, والميزة دي كمان بتخليك تحس كأنك قاعد مع أصدقائك في نفس الغرفة وانتوا بتعملوا مكالمة الفيس تايم, والميزة دي هتقدم لك ان هي تبقى مكالمات الفيس تايم تبقى مريحة وواقعية اكتر. بعد كده هنتكلم عن ميزتين أبل ضفتهم في المايكروفون في مكالمات الفيس تايم. First, voice isolation. لما انت بتكون في مكالمة فيس تايم المايكروفون بتاعك بيلتقط كل الأصوات اللي حواليك وبيبقى فيه noise in background, دي ميزة ان الماشين ليرنينج دلوقتي بيقدر يتعرف على الصوت اللي في الخلفية وبيقوم عزل الصوت والضوضاء المحيطة وبتعطي اولوية لصوتك بحيث يكون صوتك واضح like crystal clear. الميزة التانية هتكون عكس الاولانية وهي حاجة اسمها wide spectrum. احيانا بنكون محتاجين واحنا بنعمل مكالمات الفيس تايم ان الصوت اللي حوالينا كله يكون مسموع وان الميكروفون يلتقط كل الصوت حواليك, مثلا لو انت بتكلم حد وبتسمع ميوزك وعايز يسمع معك الميوزك فالوايد سبيكتروم هتجمع لك كل الاصوات اللي موجوده معاك. Next, let's turn to the video. دلوقتي هنتكلم عن الفيس تايم فيديو. دلوقتي انت تقدر تشوف كل الاشخاص اللي موجوده في الكونفرسيشن عن طريق تشغيل جريد فيو. جريد فيو ده هيسمح لك ان انت تقدر تعرض كل الاشخاص اللي موجوده في الكونفرسيشن في مربعات, وهتكون قادر على تحديد مين اللي بيتكلم اثناء رؤيه ردود الافعال. ولجعل مكالمات الفيديو في الفيس تايم اكثر جمالا, ابل عملت بورتريت مود ان فيديو كولينج, وده بسبب ان الايفون بيقدم بورتريه قوي في الصور دلوقتي بقى موجود في الفيس تايم وبيعمل فوكس عليك وبيعمل بلورس للخلفية. في ميزة جديدة كمان أبل ضفتها في الفيس تايم هي فيس تايم لينكس. الميزة الجديدة دي هتساعدك في جدولة وتنظيم مكالماتك. دلوقتي تقدر تعمل فيس تايم لينكس وتعمل لها شير في أي مكان زي مثلا المسجز والإيميلز والواتساب, وممكن تقدر كمان تروح للكالندر وتعمل إيفنت لمكالمات الفيس تايم الخاصة بيك. ومش بس أجهزة أبل اللي يمكنها استخدام فيس تايم لينكس, أصدقائك كمان اللي معهم أندرويد أو ويندوز يمكنهم استخدام فيس تايم لينكس حتى على الويب. كمان المكالمات هتكون end to end encrypted, لذلك خصوصياتك لم يتم التنازل عنها. دلوقتي هنتكلم عن ميزة جديدة في الفيس تايم, شير بلاي. بعض من الطرق المفضلة هي how to connect, وهي اكثر من مجرد التحدث voice or video. نحن نحب ان نستمع الى الخبرات المشتركة, لذلك ابل بيلد شير بلاي, وهو عبارة عن مجموعة قوية من الوظائف for share experience الذي يمكنك الاستمتاع بها عندما تكون في مكالمة فيس تايم. listen together, watch together and share your screen. دلوقتي وانت في محادثات الفيس تايم وبتتكلم عن ألبوم جديد باستخدام الشير بلاي, you can share this album direct in your conversation. كل ما عليك هو روح Apple Music and choose listen together and like magic high quality music will play back. Music will play back in sync. ستعمل بشكل متزامن لكل شخص في المكالمة وستظل متصل بالفيس تايم أثناء الاستماع. يمكن لأي شخص في المكالمة add songs إلى قائمة انتظار مشتركة, كما تتيح share play music control في البلاي ليست لأي شخص عن طريق التشغيل أو الإيقاف المؤقت أو الانتقال إلى الأغنية التالية. دلوقتي هنتكلم عن الwatch together. لما بتكون في مكالمة FaceTime تقدر تروح لأي streaming application وتضغط تشغيل boom. Now you and your friend watch the same video totally in sync. Share play. الexperience اللي انت هتاخدها من share play مفيش أي محتوى مشترك آخر بيقدمها, ويكمن جوهر هذه الميزة في الديب انتجريشن في الاوبريتنج سيستم بتاع ابل. ممكن تكون انت تعمل اوردر لوجبات سريعه وانت لسه بتتفرج مثلا على فيديو, هيتيح ليك ميزه بيكتشر ان بيكتشر رؤيه اصدقائك ومقاطع الفيديو اللي انتوا بتسمعوا ليها, وكمان يمكنك وصول للميوزك كنترول وذ وان كليك.
كمان لو انت مشغل الواتش توجذر مثلا بتتفرج على فيديو ومش عايزين كلامكم يقطع الصوت، انت ممكن تروح للاي مسج وتعمل كونفرزيشن هناك اثناء الفيديو هو شغال. ويمكنك ايضا مشاركه الفيديو على شاشه اكبر مثل ابل تي في. حتى عند استخدام الشير بلاي عبر اجهزه متعدده سيظل الجميع توتالي ان سينك. دلوقتي هنتكلم عن ميزه جديده ابل ضافتها، الا وهي الفوكس مود، ودي عباره عن اداه جديده بتساعدك على التركيز على الامور الاكثر اهميه. دلوقتي الايفون بيلعب العديد من الادوار في حياتنا. دلوقتي الايفون ده المكان اللي احنا بنحصل فيه على المعلومات، وازاي الناس بتوصل لنا، وازاي ممكن ننجز عليه بعض المهام، وده بيكون حاجه كويسه جدا. بس ده معناه ان التركيز بتاعنا بيتم جذبه في عديد من الاتجاهات المختلفه، وعلشان نجد توازن بين العمل والحياه يعتبر امر صعب شويه. والموضوع بيبتدي عن طريق النوتيفيكيشن بتكون مفيده، لكن لما بتكون كتير بتتراكم على مدار اليوم، وده بيؤدي ان بيتم تشتيت انتباهك. ولكن في بعض الاحيان في بعض الاشعارات بتكون بتتطلب اهتمامك الفوري، وبعض الاشعارات بتكون مش مهمة قوي. عشان كده ابل عملت النوتيفيكيشن سامري. النوتيفيكيشن سامري ده هو عبارة عن ملخص لمجموعة من الاشعارات المهمة ليك وابل يوز اون ديفايس انتليجنس بناء على كيفية تفاعلك مع التطبيقات لترتيب الملخص، وبيتم ترتيب النوتيفيكيشن سامري في ملخص على حسب اولوياتك and make most related notification on the top. وبكده الرسائل المهمة مش هتفوتك وهتجيلك فورا استلمها. ويمكن ايضا استخدام do not describe to silence all notification، وابل عمل طريقة سهلة علشان الاشخاص اللي هم بيكلموك وانت مشغول بيظهر لهم على طول في الاي مسج your state automatic will display you are in do not describe mode. وعندما تتصل على شخص in do not describe mode سوف يتم تذكيرك في ذلك الوقت بالurgent message. على الرغم من انه جزء مهم للعثور على your focus، الامر برضو بيتعلق بوضع حدود وعلامات لنفسك. في فترة في يومك وتريد التركيز على عملك تماما، يمكنك استخدام Do Not Describe أو يمكنك استخدام Focus لتكييف أجهزتك على حالاتك الحالية. With Focus كل ما عليك هو اختيار ما تريد التركيز عليه like work or personal life. And adopt Focus Apple use on device intelligence like your last activity لاقتراح التطبيقات والأشخاص التي يسمح لها بتلقي notification لتتماشى مع your focus and organize your application and interface بطريقة تقلل من wasting your time. بالطبع يمكنك create custom focus. عندما تستخدم فوكس على جهازك سوف يظهر تلقائيا على جميع اجهزتك. لا يمنحك نظام الاي او اس مساحة فقط للتركيز، ولكن يستخدم ايضا intelligence to elevate your experience ومساعدتك على اكتشاف المزيد في صورك. لنبدأ بميزة live text. اليوم صورنا مليئة بالمعلومات المفيدة من صور الاماكن التي نزورها وايضا الملاحظات المكتوبة بخط اليد. لايف تكست هتبتدي تاخد كل الداتا اللي موجودة في الصورة زي الهاند رايت او ارقام تليفونات مكتوبة. ممكن تعمل كول دايركت فروم فوتو يو ار كوبي فروم ات، وهتشتغل ان اول سيستم لايك سكرين شوت اور فوتو اب اور فوتو اون ذا ويب، وهتكون كومباتبل وذ 7 لانجويج. واللايف تكست ايضا هتشتغل مع الايفون والايباد والماك، ومش بس النصوص فقط اللي يمكن عمل سيرش، ايضا يمكنك التعرف على الاشياء لايك فيجوال لوك اب. الفيجوال لوك اب ده عباره عن just tap and you will get information and this will work with pets art books، ولجعل البحث في الصور اكثر سهوله عن طريق اضافه فوتوز تو سبوتلايت. السبوتلايت ده هو المكان اللي بيبدا فيه جميع عمليات البحث الخاصه بيك. دلوقتي with photo search spotlight you can search quickly in home screen. It's use intelligence so you can search by people scenes element in your photos location and it is will work with fine text in your photos search about receipt or handwrite note and this will be amazing. Also Apple add something new about spotlight something called reach result for contacts. دلوقتي تقدر تعمل quick access للكونتاكتس عن طريق ان انت تشوف الكولز والتكست والفيس تايم والايميلز اللي موجودة ما بينك وما بين الكونتاكتس اللي انت بتعمل سيرش عليه. السبوتلايت انتليجنس انكلود لوكيشن يو شير وذ فايند ماي ريسنت كونفرزيشن شير فوتوز نوتس اند فايل.